ديل بييرو في لحظات الوداع، وداعية هكذا يقول أنصار اليوفنتوس الآن، وداعية يا آخر ليلة تجمعنا، وداعية يا أعز الناس اللي اليوم يودعنا. يا لها من لحظات أيها السيدات والسادة، كل من في الملعب وخارج الملعب وقوفا للكبير الذي يترك الملعب الآن. لحظة وداع صعبة لا شك في ذلك، ولكنها لحظة عاجلا أم آجلا في كرة القدم. مرت على بيليه، مرت على مارادونا، مرت على رونالدو، مرت وستمر على كل الكبار في كرة القدم. يا لها من لحظات، لكن في يوم الوداع يأتي هدف الوداع ويقف كل من في الملعب أيها السيدات والسادة شاهدا وشاكرا لهذا الكبير على عطاءات امتدت ل19 سنة كاملة كان فيها الملك بالفعل. إنه من القلائل، وهكذا قال دييغو أرماندو مارادونا، إنه أحد القلائل الذين كانوا يمتعونني في كرة القدم. وقال بحلاك يا علي، يا أليكس ديل بييرو بالتخصص يضرب كاسياس بسبيسياليتي إيطاليان، يضرب ويتجاوز الميرينجي. أليكس ديل بييرو يمجننهم، يمعذبهم، يمعقدهم، يمعذبهم، يمعقدهم، يمدمرهم. عذر واسف، هذا عهدك يا أليكس، هذه أيامك ديل بييرو. اتعلم 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 من المعلم، اتعلم وبعدها غني وتكلم، اتكلم وحرر، بين وتبين، وقف وتوقف على نجم اسمه أليكس ديل بييرو.